مرحبا برج الحوت، أهلا فيكم. قادم في طريقكم شخص هو نفسه لا يمثل تحدي إليكم، ليس إنسان صعب أو صعب العشرة، أو فيه أمور تتعلق بظروفه الشخصية تخليه صعب، وإنما أحس أن محيطه صعب بسبب على الأغلب أسرته أو بيئته، البيئة فيها شيء صعب، ولكن أنت معه أشوفكم في طاقة الاتفاق. أغلب حروف اسمه عندنا حرف الباء، حرف الشاء، الشين، حرف الألف. برجة الطاقة النارية حاضرة بقوة، على الأغلب هذه طاقة برج القوس وطاقة برج الحمل. أوكي، وعندنا أيضا طاقة برج السرطان موجودة في القراءة. وقت اللقاء، نبتدي أول هني خانة عندكم في القراءة. وقت اللقاء بعد شهر 9، على الأغلب مو في شهر 9، صح الكرت اللي طلع يقول لنا شهر سبتمبر، وإنما اللي أحسه هني بعد شهر 9، يعني من شهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر آخر 3 أشهر بالسنة، هذه بيكون فيها أغلب وقت احتمال تلتقون باختصار شديد جدا. ممكن أيضا التواريخ اللي فيها 9 أو 3، أنا أشوف التاريخ راح يكون فيه رقم 3 والشهر راح يكون بعد شهر 9، يعني مثلا تاريخ 3 من شهر أكتوبر، تاريخ 13 من شهر أكتوبر، تاريخ 23 من شهر أكتوبر أو نوفمبر أو ديسمبر. عرفتوا قصدي؟ هذه التواريخ رقم 3 و9 ومرادفاتها هي اللي راح تكون فيها احتمالية أكثر للقاء بينكم. انزل، ولكن أشوف احتمال أيضا كبير أنه يكون في وقت الصيف مو في وقت الشتاء الالتقاء بينكم. فصل الصيف أو فصل على وشك أن تدخلون في موسم على الأقل الربيع. خلينا نشوف مكان اللقاء. هذا المكان فيه سياج، فيه سياج أو فيه حاجز أمني. إنزين، احتمال أنه يكون نقطة تفتيش، يمكن يكون مثلا تعبرون من دولة إلى دولة، منطقة عبور. إنزين، عند الشرطة، فيه هني حرس، فيه هني أمن، مقر للشرطة. فهني كل هاي الأماكن راح يكون فيها سور مرتفع أو حاجز أمني كبير، لأن هني راح يكون مكان الالتقاء بينكم. على الأغلب ممكن يكون هو أحد أفراد الأمن، ولكن مو شرط، ممكن يكون شخص عابر مثلكم مثله. تذكروا قاعدة أشوف هني سياج أمنية طويلة ومصنوعة من الحديد والألمنيوم، لونها فضي أو أبيض. أوكي، هذا بيكون مكان اللقاء، مكان فيه تدقيق، مكان فيه يشوفون الهوية أو بطاقة الأمن، فيه نوع من التدقيق والتفتيش. خلنا نشوف الحين مواصفات شكله. هذا شخص متوسط الطول، أو ممكن يكون طوله في حدود ما بين 170 إلى 185، يعني حتى لو طويل ما راح يكون طويل جدا. لا، إنزين، قوامة ممشوق، نعم رشيق، يميل إلى أنه رشيق. بشرته حنطية إلى قمحية، يعني أسمر في هذه الدرجات، قمحية. أوكي، شخص ليس كثيف الشعر، على الأقل في لحيته، ما أشوف أن لحيته كثيفة. أوكي، وجهه يميل أنه يكون طويل أكثر ما هو مثلا مدور، إذنه متناسقة مع وجهه، فأيضا إذنه تميل إلى أن تكون طويلة أكثر ما هي مثلا مدورة. راح تلاحظ هذا الشيء، لأن وقتها قاعد أشوفك راح تستطيع أن ترى في وقت اللقاء إذنه ورأسه، لأنه ما يلبس مثلا قبعة، ما راح يكون لابس ثوب أو شيء يغطي رأسه وقت اللقاء. إنزين، هذا الشخص إذا رحنا بنوصف شكله أو جماله نقول عنه مملوح، ما يوصل إلى مستوى الجمال جمال يوسفي، وإنما شكله فيه من ملامح اللي تجذب الناس، يسمونه مملوح. أوكي، خلنا نشوف أيضا. أشوف في وقت اللقاء راح يكون لابس تي شيرت، ملابس رياضية، ملابس مريحة. أوكي،
تي شيرت ويكون مثلا السروال او التراوزر راح يكون ايضا التراوزر الرياضي، يعني البدله كلها على بعضها رياضيه ومريحه وخفيفه. زين، ماسك بيده شيء في وقت اللقاء، اما ماسك بيده طفل او قاعد يدفع شيء، يدفع عربه، يدفع طفل، يدفع مثلا شخص كبير بالسن. زين، او ماسك حتى بيده، اشوف هني جهاز النداء، لا تنسون طاقة النقطة الأمنية. ممكن أيضا يكون ماسك جهاز نداء، ولكن ماسك في يده الشيء لازم 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 يوجهه، مطلوب أن يوجه الشيء اللي ماسكنه في يده. أوكي، ملامحة طفولية، ملامحة بريئة، ملامحة ناعمة وليست حادة. أوكي، هذا اي في نقطة هني نسيت اقولها، هذا الشخص جذع طويل. ما اقصد بالجذع، الجذع هي في اشخاص رجلهم طويلة، هذا الشخص الجذع اللي هي من منطقة السرة او من منطقة البطن الى منطقة الاكتاف، هذه المنطقة عنده طويلة. ما ادري اذا راح تلاحظون هذا الشيء في اول لقاء، بس كل شخص قدرته على الملاحظة تختلف. اللي بعده مواصفات اطباعه، خلنا نشوف هني. هذا الشخص شخصيته غير مسيطرة، موسي السيد. انزين، شخصيته هادئة، يميل الى المغامرة والضحك والمزح، يعني غير جاد 100%. ما اقصد غير جاد بالارتباط، لا، ما يأخذ الحياة بشكل جاد، ما يأخذ الحياة بشكل ثقيل. طاقته غير متشائمة، بالعكس طاقته تميل الى، حتى لو مثلا عمره في نهاية العشرينات او في الثلاثينات، تشوف طاقته طاقة شخص مراهق، قلبه حي. هذا اللي راح تلاحظه بخصوص اطباعه. انزين، هذا شخص لا يخجل انه يسوي معاك اي كونتاكت، يحب انه ينظر في اعين الاخرين وينظر الى عينك بشكل مباشر. اوكي، وفي مخلص، ما عنده لف ودوران، ما يعرف يكذب، لا يجيد الكذب اصلا كلغة. يحب السفر، قليل البقاء في المنزل لانه هو اعزب حاليا. اوكي، قليل البقاء في المنزل، يحب السفر، احس هني يحب انه يخرج مع الاصدقاء كثيرا، يحب انه يلعب، يمارس رياضة معينة في وقت الفراغ. انزين، لا تنسى جسمه رياضي او ممشوق. انزين، في بيتهم، هني ننتقل الى البيئة اللي قلت لك، البيئة راح تمثل لك تحدي عند هذا الشخص، بيئة المحيطة فيه. عنده هني طاقة امرأة، ام او اخت، ممكن تكون حتى زوجة اخ، ترى زوجة اخ، امرأة مسيطرة جدا، يعني لو كانت مثلا والدته متوفاة، اذا ما كانت اخته راح تكون زوجة اخوه. عندهم امرأة داخل المنزل جدا مسيطرة، جدا شو نسميها هذه الامرأة، جدا مسيطرة، متحكمة. اوكي، الكلمة كلمتها، تمشي البيت على مزاجها. فاهواني عشان كذي تشوف شخصيته ليست محبة للسيطرة، لانه متعود ان في شخص ثاني هو اللي يمسك بزمام الامور. زين، دائما هذا الشخص داخل منزله يعطونا مسؤولية انه يسوي بيبي سيتنج او يمسك احد الاطفال. اوكي، داخل المنزل دائما اذا في احد دخل منزلهم وعنده طفل، دائما يعطونا هذا الشخص، عشان كذي تشوفون قليل البقاء في المنزل. يحب الاطفال، اي يحبهم زين، بس عنده رياضة اهم من الاطفال. خلنا نشوف الحين ماذا سيقدم لك قبل الزواج. للأمانة هذا الشخص راح يكون جدا كريم معاك، ويذكرك في أشياء كثيرة، يذكرك في كل التفاصيل، يعني يذكرك في الهدايا، راح يذكرك كثيرا أيضا في المكالمات الهاتفية. زين، وجوده راح يكون جدا قوي في حياتك ما قبل الزواج، ولكن كل الأشياء اللي راح يقدمها لك راح يطلب منك أو
أو راح تكون طبيعتها إنه لازم إحنا يا برج الحوت، نعم هذه الهدية تفضلها، ولكن دائما لازم تبقى شخصية أو سرية بيني وبينك لفترة ما قبل الزواج. أشوف هني إن اثنينكم راح تكونون حريصين إن العلاقة تكون سرية مو معلنة، تمارسون الحذر في العلاقة، خصوصا لأنه بيكون وجوده قوي. احتمال حتى يطلب منك إن، لأن هذه طاقة إنه يودع شيء عندك. هذا الشخص راح مثلا يسألك أي نوع من الأكل تشتهي، وراح يجلب لك الأكل اللي تشتهيه ويضعه مثلا أمام المنزل ويرحل. هذه طاقة إنه يعطيك هدية. أشوف هنا أيضا راح يعطيك هدية تمثل الالتزام اللي بينكم قبل الزواج. ممكن تكون سوارة في اليد أو خاتم في اليد. يحب جدا أن يهدي الذهب، المجوهرات الثمينة، يعني ما يهديك اكسسوارات، يحب ان يهديك ذهب. وراح يطلب منك ان انت تحافظ على هذا الشيء او تخليه عندك لحد ما يصير الارتباط، عرفت؟ روح بنفسه يختار لك اشياء، يأتي لك باشياء، اكل، مجوهرات، هدايا. شخص راح يذكرك كثيرا في الهدايا، خصوصا الهدايا المعنوية. وفي شيء انت راح يعطيك اياه حتى قبل الزواج، راح يودع شيء عندك، شيء ثمين. قلت لك من احتمالاتها ان تكون شيء من المجوهرات او حتى اموال، او حتى شيء هو لا يثق انه يخليه داخل البيت، لان عندهم هذه الامرأة المسيطرة. راح يودع عندك شيء، يقول لك والله يا برج الحوت خل هذا الشيء عندك، مع انه شيء ليس ضروري او جدا مهم، او ولكن هو حذر ويثق فيك، جدا يثق فيك، راح يودع هذا الشيء عندك. يمكن حتى يودع عندك امواله، تصير عنده اموال زياده، يقول خلهم عندك برج الحوت، لان اعرف ان اذا بقوا عندي راح اصرفهم. هذا الطاقه راح تساعدك مع هذا الشخص. هذا الشخص راح يثق فيك، وبسرعه تقدر انت لانه يثق فيك تقدر تخلي اعتماده ينتقل من هذه الامراه اليك. اوكي، ننتقل الى الجانب اللي بعده، أسرته. في أسرته شوي غريبة، ولكن ما في شيء، لأن أنت برج الحوت، أنت سهل بالنسبة لك أن تتعامل مع الأشخاص حتى الصعبين. إنزين، أحب أذكرك بموطن قوتك، لأن هذا أسرته شوي غريبة أو فيها عدم توازن. هذا كرت يمثل التوازن، ولكن أنا أحس فيها عدم توازن في الكلمة اللي تمشي في البيت. يعني مثلا الأب عندهم هو اللي شكليا يدير البيت، ولكن فعلا اللي قاعدة تدير البيت هي هاي الامرأة اللي قلت لك طاقتها جدا قوية. ما في شيء يصير في البيت، يوقع في البيت، يطلع من البيت إلا تحس فيه أو تعرف عنه أو تتدخل فيه. فهني في عندهم عدم توازن داخل البيت، وهو عارف هذا الشيء وينتظر الفرصة المناسبة، لأن عنده طاقة الخروج التكتيكي شوي شوي، مو مرة واحدة. زين، ينتظر الفرصة المناسبة مع الشريك المناسب اللي هو أنت، عشان شوي شوي يبتدي يرجع حياته إلى الطريق الصحيح، لأنه هو حاليا أحس إنه مخنوق. زين، أكثر خواتم إناث متزوجات ومستقلات بعيدا عن البيت. زين، خلنا نشوف. في عندنا رقم 7، في احتمالنا في فترة زمنية طويلة. انزين، في فرق كبير بالسن ما بين اخوته وما بين اهوه، هو كأنه صاير اصغر منهم بكثير على الاغلب. انزين، يمكن ابوه مزواج، بس مو شرط، ممكن ابوه ايضا عنده نوع من المشاكل. زين، ولكن دام انا طلعت طاقة مائية، فهذا يقول لي ان ما في شيء برج الحوت راح يكون صعب عليك. حتى الاشياء اللي تمثل تحدي انت راح تقدر تديرها بشكل جدا حكيم وبشكل سلس. هو يبحث عن ان يغير حياته وضعه الاجتماعي بشكل سلس، لان في شيء عندهم داخل البيت غير مستقر. دائما مثلا المرأة لازم تكون
تمثل عمود من أعمدة البيت، الرجل يمثل العمود الآخر. الرجل يختار يكون عنده سيطرة على بعض القرارات، المرأة لها سيطرة على قرارات أخرى متعلقة بالمنزل. في شيء مفقود عندهم داخل البيت. إنزين، خلنا نشوف. إيه، ويأتي من أسرة مذهبها مثل مذهبكم، دينها مثل دينكم، من نفس الدولة، فروق اجتماعية واضحة، ولكن تصرفاتهم كلش غير عن تصرفاتكم. أشوفك برج الحوت، أنت تأتي من أسرة طيبة، بسرعة تتآلفون مع الآخرين، بسرعة بشوشين أنتو، إنزين، وحتى الأسرة اللي تأتون منها بشوشة وطيبة وسريعة الثقة بالآخرين. هذه الأسرة اللي يأتي منها عكس، يعاملون أي شخص لا يعرفونه أو جديد عليهم بشك كبير. وايد صعب عندهم في أسرته أن يكونون بشوشين أو يحسسونك أن أنت مرحب فيك في البداية خصوصا، إنزين، أو حتى يثقون فيك وفي أهلك خصوصا في البداية. يعاملون الأغراب أن دائما أنتم محل شك، فهذا هو التحدي اللي بيكون مع هذا الشخص، مو مع نفسه هو وإنما مع أهله. خلينا نشوف وين راح تعيشوا مع بعض. هني زين، المكان اللي راح تعيشون فيه راح يكون على الأغلب في الطابق الثالث، مكان مرتفع، مكان فيه الكثير من السلالم. يعني عشان توصل لبيتك تضطر أنه تركب الكثير من السلالم عشان توصل إلى هذا المكان. على الأغلب هي شقة أو قسم خاص فيكم، ممكن يكون في بيت أهله بس مو شرط، بيت أهله صغير، ممكن يكون مكان قريب من بيت أهله. إنزين، هذا المكان واسع اللي راح تسكنون فيه، ولكن منعزل أو بعيد عن المنطقة اللي أنت تألفها يا برج الحوت. يعني إذا أنت متعود على مدينتك وأهلك، هذا السكن راح يكون بعيد عنهم، نوعا ما منعزل، يأخذك وقت طويل عشان توصل إلى المدينة الأساسية، عشان توصل إلى أهلك، عشان توصل إلى الأسواق، المحلات التجارية، بعيد عنهم. إنزين، نوعا ما منطقة منعزلة أو قرية بعيدة شوي صايرة، تضطر أن تمشي في خط طويل عشان توصل إلى مكانك القديم أو إلى أهلك أو إلى السوق حتى. إنزين، يمكن نوعا ما بتحس في الوحدة في البداية في هذا المكان، ولكن الوحدة دائما تذكر أنه راح تكون مؤقتة، لأن بعدين راح يصير عندك أبناء، راح تصير مشغول، راح تبتدي تتعود لحد ما الله يفرجها وتستطيع أنك تنتقل مع الشريك إلى مكان آخر. خلينا نشوف هني ماذا سيحب فيك الشريك. طاقة الأرض هذه تمثل القوة. أنت هذا الشريك أصلا، هذا الشخص أصلا قاعد يبحث عن طريقة للخروج من البيئة اللي هو يأتي منها، لأنه ما تعجبه، لأنه لا يرتاح فيها. يأتي من أشخاص غير ودودين، بيئة أشخاص غير ودودين، وهو جدا ودود، فعشان تذي تشوفه قاعد يحاول يبحث عن شخص مثله يشابهه، ودود ودود، صديق للجميع، عشان يخرجه، بالعكس يبعده عن هاي البيئة اللي هو يحاول يبتعد عنها. فاللي يحبه فيك ان انت في البداية راح تستطيع تتعامل مع اهل الصعبين باحتراف، راح تستطيع اذا رغبت، راح تستطيع، طاقة متوفرة عندك. انزل، يحب ان تكون كلمتكم واحدة وتكونون دائما متفقين، لان كلمته بروحه الحين هو كأعزب ضعيفة وما تمشي وما حد قاعد ينفذها، لكن كلمته لما تصير مع كلمتك في بيت واحد تحت سقف واحد راح يبتدي يصير كلامه يتنفذ. انت راح تكون موطن قوة عند هذا الشخص، زين، السند ماله، الشخص اللي بالعكس تضيف له، تخليه يمكن حتى يتجرأ انه يختار، يتجرأ انه يخالف بيئته، يخالف اهله. زين، يحب وايد كثيرا فيك ان انت مو بس تسمع كلامه، خصوصا راح يثق فيك زيادة في البداية اذا انت صرت تسمع كلامه ومتفاهم معاه وما تكسر كلمته. وايد وايد راح يحب فيك طاقة التفاهم. والحين راح اسحب لكم كارت رقم 9 عشان نشوف هل راح يكون من دولتك ولا دولة اخرى.
من منطقتك ولا منطقة أخرى؟ منطقتكم يا برج الحوت احتمال كبير راح تكون مسقط رأس أحد والدينا، احتمال كبير. الوالد اللطيف، الوالد المغلوب على أمره، أو أحد الوالدين على الأقل. الشخص اللطيف هني في أسرته راح يكون من منطقتكم، من مدينتكم. الشخص الثاني من منطقة ثانية أو دولة ثانية، عشان كذي تشوف عندهم هني شيء غير مستقر، أحد منهم لطيف وأحد منهم غير لطيف. زين، ولكن حاليا لا يسكنون قريب منكم، لا بالعكس يسكنون في مدينة أخرى، يسكنون في مسقط رأس احتمال كبير الوالدة، هي اللي قاعدة تضخ هذه طاقة التحكم. أوكي، هي من منطقة أخرى، احتمال كبير من ثقافة أخرى، يمكن حتى من جنسية أخرى، لذلك قاعدين يتبعون كلامها، كلامها هي وهو اللي قاعد يمشي. أوكي عزيزي برج الحوت، ما أشوف في هذا الارتباط أو هذا الشريك أي شيء، أي تحدي أنت ما راح تكون قادر على أن تتخطى. أنت تملك من الحكمة، من الذكاء الاجتماعي خصوصا، ما يخليك مناسب جدا لهذا الوضع، لذلك شفنا طاقة هذا الشخص راح تكون جدا مناسبة لك عزيزي برج الحوت. أشوف في مستقبلك مع هذا الشخص مستقبل فيه الكثير من الحب والتفاهم والكلمة الواحدة، التوجه الواحد في العلاقة.